Dile somos vertiendo, dile que hacemos. إذن صباح الخير عليكم، مرحبا بكم متابعينا ومتابعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من جامعة ولاد حسن. الناس ديال مدينة مراكش أو مستعملي الطريق ما بين مدينة مراكش وفاس راه عارفين ولاد حسن، وبالضبط احنا في دوار ولاد الزناقية كما هو معروف عند ساكنة الدوار باش نقفوا على واحد الحالة. اليوم حنا كمغاربة جميعا تنعرفوا هذا المشكل اللي تنعانيو منه، خصوصا الطبقة الضعيفة والمتوسطة بصفة عامة. منين تجينا شي آفة، يعني الله يحضر السلامة، الله يخلي لكم صحتكم ويخلي لكم عزيز عليكم، يعني الوقت فاش يعني تجي شي مرض مزمن أو تتعرض الإنسان لواحد حادثة سير أو تتوقع شي حاجة اللي ما كانت لا على البال لا على الحسبان، تلقى نفسه يعني في مواجهة يعني المرض، مواجهة عمليات، مواجهة تحليلات، مواجهة مجموعة ديال الأدوية اللي ما فتقش الإنسان. طبيعة الحال ما فتقش الإنسان لأنه الإنسان ما بقاش قادر أنه كما تنقول يالله تضرب مع دوال الزمن، فبالأحرى أنه يعني يجي شي مرض مزمن أو يتعرض لحادثة سير أو غيره من الآفات اللي لاحظت لباس بصفة عامة. وهذا الشيء دائما اللي كنا تنتطرقوا ليه، لأنه هذا الشيء تيمس الطبقة الضعيفة والمتوسطة بصفة عامة. اليوم مع السي عبد الرزاق اللي ما تيهمناش اننا هذه المسافات اللي ضربنا باش اننا نجيو عند هذا السيد هذا، ولكن تيشوف بان واحد الانسان كان خدام بخير وعلى خير. حنا تنعرفوا المغاربه كنا الحمد لله ما بنفسنا وبكرامتنا، ولكن من الانسان من بقى ما عنده لا طاقه ما وقع عنده لا جهد فلا جهد الا جهد الله. هذا الانسان كان خدام بخير وعلى خير على وليداته موفري، يعني طلب معاشو تيخرج يترزق على الله تيجيبها من فم السبع لبنياته ومرته وامه اللي عايشه معاه. ما كانش يظن واحد النهار بانه واحد مول كارو عربه مجروره كي تيقول ربما خدام في السياحه هنا، ياك؟ هذاك السيد خدام في السياحه. خدام في السياحه جاي في السونس انتيردي، يعني جاي في الاتجاه المعاكس تيضربوا، يعني يعني تيدخل فيه بطبيعه الحال جاي بواحد السرعه كبيره تيدخل فيه السيد هذا، يعني تيتعرض لحادثه سير. هادشي تسبب ليه في واحد الكتف، يعني الاصابه على مستوى الكتف، هو كما تشوفوا تيدي ما تيقدرش يهزها، هزها السي عبد الرزاق شي شويه، يعني تيدي ما بقاش يقدر يهزها، يعني اللي تيعول معول عليها اليمنيه ما بقاش يقدر يهزها. فنخليه هو اكثر هو يقرب لنا من هذا المشكل بطبيعه الحال اللي عاشوا واللي مازال تيعيشوا، وتيشوف بانه مول الكروسه اللي خدام في السياحه اطلقوه الجندرم ومشى هو، يعني تترزق على الله او خدام خدمته وهو يعني قاعد دابا، يعني الله كريم، يعني الناس الجواد اللي تتعاون معاه في الناس ديال الدوار اللي تتعاون معاه هنايا. سي عبد الرزاق السلام عليكم. السلام عليكم. الله يطول عمرك. في الاول قول لك يعني انت تخرج بالموتور كل صباح تتمشي تترزق على الله ياك؟ انا كل صباح كنخرج بالموتور ديالي كنت غادي للخدمه، سال هذيك الليله هذيك النهار تلاقى بيا الكارو هذا جاي ليا في سوس انتيردي ديالي، تصدمني تخرج لي فاجئني. جاك على غفله؟ لا غفله مع الصباح بكري مع هي في صليت الفجر وسميت غادي دابا للعمل ديالي، توقع لي هذا الشيء هذا. شدني هنا ديك العود ديالو شدني من هنا من الجعبه ديال غيرك تمايا تخشات الجعبه من هنا تخرجت لي من هنا ما شاء الله. دهرس لي كتف كامل مشى وخمسه ديال يعني الضلات. انت ما انتبهتيليش كاع نهائيا ديك الساعه. ما كان الظلام ديك الساعه. كان الظلام ما بانش ما بان ليكش. وجاي بلا ضو بلا والو هو. وجاي بسرعه كبيره. بسرعه كبيره. وغادي كيلعب في الطريق. وجاي في الاتجاه المعاكس. الاتجاه المعاكس. نعم. وجا هو يدخل فيك نيشان. دخل فيا نيشان. نعم. طاح داوني السبيطار. دخلوني يعني جات لابيلونس ديال الجامعه ودادك. دادتني لابيلونس ديال الجامعه دادتني السبيطار محمد السادس. شدوني دا خيطوا ليا صافي ولاحوني في الانعاش وخلاوني في ذاك الانعاش السيمانه ما بدلوش ليا الفاصمه، تصدق ليا التعفن ديال
الحمد ديالي جاو هما دوزوا لك داروا لك عمليه خيطوا لك يعني خيطوا لك ما عرفوش واش انت مهرس ولا ما مهرس واش خص كتفك خيطوا لي صافي قال لك راه مقطع لك العصب العصبات والعروق شي خيطوا شي ما خيطوش وخلاو داك الشيء كما هكاك تعفنات لي اليد ديالي ومن على اي طريقه عاد مشيت للسبيطار لا ديال سمح ليا سمح ليا يعني وجاو ما يحطوك واش حطوك في الانعاش في الانعاش في الانعاش حطوك هكاك واش يجيو ديك الساعه يديروا كونترول ولا ما كان كيديروا لا كونترول لا والو نعم بقيت هكاك سيمانه عرفت طلعوني السيرفيس تلقاو هذيك الفاصمه كامله خمجات الحمد لله كل خمج وديك الساعه ما كنتيش تقول لهم شوف هاد الشيء الحاله اللي عايش انا راه قلت لها الفرمليه قلت لها واش هاد الفاصمه ما كتبدلش قالت لها كاين شي عمليات ما يمكنناش نبدلوا لهم الفاصمه يومين وبقات هكذاك سيمانه عاد طلعوني السيرفيس ولقاوها خمجات لي وفاش تلقوك يعني تلقوك كي كانت حالتك انت في الكتف مريض هذيك الساعه كان نوصي لا لا يرسلها ما قدر الله تنوض لا تمشي لا تجي والو ما شاء الله ما شاء الله يعني وجيتي هنا للدار ما عطاوك لا دواء ما عطاوك حتى شي حاجه كنت كناخذ غير شي فريد ديال المسكين ديال الالم حتى دابا تقطعوا لي العروق بعد باقي نيت مقطعين دابا العروق كيعطوني مسكين ديال الالم صافي كناكل المسكين ما شي حاجه اخرى والو ما شاء الله يعني بقات هذه الحاله يعني بقيت انت تتوجع وتضرك هذيك الكتف باقي باقي لحد الان من شهر 10 دابا راه شهر 8 هذا وباقي الالم ما شاء الله ما شاء الله يعني ودروك كيفاش انت تتعيش وتتعيش وليداتك ما كان وما والو ما تدير حتى حاجه ما كندير والو ما تقدرش تخدم باليدك اليد وحده ما تقدرش تخدم بها دابا هذه واه ساهي مشات بحال بعيده يعني الناس هما اللي توقفوا معاك هما اللي في جنبك هما اللي هما اللي كياكلوني هما اللي كيشربوني وكنتمنى من جلاله الملك بحال هادشي ديال الكروات ما يخليهمش كيدوروا في الزنقه بلا ورق ولا والو دابا فين شكون اللي غيعطيني حقي؟ ما كاينش اللي غيعطيك حقك كروات غدير ليه ما عندك ما دير ما شاء الله دابا كنتمنى من جلاله الملك يشوف المشكل ديال الحل هذا اقرب وقت يحيدوا هادشي كامل من 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 الطرقات لان دابا هما خرجوا علي انا في حياتي كامله شكون اللي غيعاودني؟ ما شاء الله يعني حياتك دروك تشوف بان توقفات وتمنية بنيتك اللي واقفين عليك ما كانش لا ما كانش لا مدخول منك ما كان اللي غيدخلها يمشي مصروع ما شاء الله انا دابا ودوك انت قلت لي يا سي عبد الرزاق حنا قبل ما نطلقوا هذا البث المباشر قلت لي تنتمنى انه شي واحد من دروك الامل امل دروك على برا انه شي عمليه تكون شي عمليه اللي اذا كان شي اطباء على برا يشوفوا لي الحاله ديالي اذا كانت شي عمليه ممكن يديروها ينقذوني بها ما كرهتش فهمتي وشوفوا الا كان شي عاوتاني شي اطباء هنا في المغرب الا كانوا يديروا لي العمليه ما كرهناش يعني انت تتمنى انه يديروا لك شي عمليه باش انه الكتف ديالك يرجع باش انك تقدر ترجع ولو بعدا تقدر تجي شي حاجه كما تقول شي حاجه بعدا باش نوكل لوليداتي دابا شكون اللي غيخدم عليك ما كاين اللي غيخدم عليك حتى واحد ما يقدر يخدم عليك بطبيعه الحال ما شاء الله ما شاء الله يعني اش بغيت تقول انت المغاربه تتمنى انك دير شي عمليه على برا ولا شي حاجه اللي تقدر المهم الا كانت برا هي مزيانه كانت هنايا مزيانه المهم خاصني اليد ديالي تبرا صافي باش نقدر نتحرك ملي تشوف واش بنيتك تيقول لك شي حاجه ملي تيشوفك بهذه الحاله هذه تيقول لك شي حاجه السي عبد الرزاق داك الشيء اللي ولفتيهم ديما تدير معاهم اللي تتعاونهم يعني تجيب لهم داك الشيء اللي ولفتيهم ما بقاش هذاك الشيء اللي كنا ما بقاش يعني ملي تكون جاي من الخدمه اش كنت تجيب لهم ملي تكون راجع كنجي كنجيب لهم اي حاجه بغاوها كنجيبها لهم ودابا ما كاينش دابا كيبغاو شي حاجه ما كنقدرش اش تقول تيقول لك بنيتك ملي تشوف قاعد ايوا كيتالموا بزاف كيبقاو كيوصوا ان شاء الله الله يدير شي تويت الخير السي عبد الرزاق نتمنوا الخير ان شاء الله في هذا البث المباشر المتتبعين هذا وحنا في جميع الاحوال وللاسف وما كاينش للاسف انه اغلبيه المغاربه ما كما تنقولوا ما دايرينش واحد الاسر نعم بلاش السي عبد الرزاق يعني واضحه ما يحتاجش انه الانسان كاع يبين يعني المشكل اللي عنده
فللاسف اغلبيه الناس الله يحسن العوان، وهذا الشيء دائما اللي كنتنبهوا فيه في كل بث مباشر، يعني اغلبيه الناس ما عندهمش واحد لاسيرونس، ما كانش عندهم واحد ضمان اجتماعي اللي قدر انه يوقف بهم او يوقف معاهم يعني باش انهم يدوزوا هذه الازمه او هذه المرحله الصعيبه. فالسي عبد الرزاق ايها الناس انسان خدام بوفري، خدام على وليداته وتيترزق على الله، ما كانش قدر الله، شيء قدر الله سبحانه وتعالى كتب عليه هذاك الحديث فتسببات لي في هذا العالم مستديمه، تيشوف بانه انه ما بقاش نافع حتى شي حاجه، يعني ما بقاش يقدر يدير حتى شي حاجه، يعني الناس اللي توقفوا معاه عائلته هي اللي تتوقف معاه بطبيعه الحال، هي اللي تتسندوا، ولكن شحال قد ما يعني اليد ما تعطي. فاليوم تيتمنى السي عبد الرزاق من خلال هذا البث المباشر انه شي واحد اللي يقدم لي هذه المساعده باش انه يدير شي عمليه، انه يجري شي عمليه على برا، او شي طبيب من الاطباء هنا اللي يقدر انه يشرف على العمليه باش انه يقدر ولو انه يقدر يحرك يديه ويعاون عائلته ويعني ويعاون نفسه بطبيعه الحال. تنتمنى انه من خلال هذا البث المباشر، عفاك عطينا الرقم الله يسعدك، تنتمنى من خلال هذا البث المباشر انه الرساله ان شاء الله توصل باش يعني المغاربه كلهم يعني يعاونوا السي عبد الرزاق وما يخلوش في هذه المحنه هذه. بالنسبه للرقم 086 016 90 086 016 016 90 086 016 90 يعني المغاربه كلهم بصفه عامه، الناس اللي محتاجين راه ما تلجؤوا لقناه الشعب قناه شوف تيفي الا للضروره الا الحاجه. ونتمنوا اننا ان شاء الله نوقفوا مع السي عبد الرزاق ونكونوا في جنبه باش انه في هذه المحنه يدوز هذه المحنه هذه، وانه ولو شي مشروع يقدر يسر به اموره راه الرقم متوفر من خلال هذا العنوان هذا. ما قال شكركم، شكرا لكم، الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.